يسأل قال كان في انتظار المغرب، والمغرب يؤذن على تمام الساعة 8:08، ولكن في جانبه مذياع الراديو سمع الأذان على تمام الساعة 8:06، ويبدو قال بأنه قد أخطأ المذيع أو شيء، ولكن فأفطر بناء على ما سمعه من الأذان، ثم تذكر أنه قد أفطر قبل ذلك بدقيقتين عن الوقت الحقيقي. إذا تبين له أن ذلك الأذان الذي سمعه في المذياع كان قبل الوقت، قبل الوقت المحدد يعني من طرف الأوقاف أو الذي تؤذن عليه مساجدنا، فإن عليه أن يرد ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم. لكن إذا هو لم يتبين له ذلك، وكانت هذه الإذاعة إذاعة محلية من إذاعاتنا ومتقيدة بالمواقيت الصلوات الموجودة عندنا، فهي كحكم مسجد من المساجد، كمن سمع أذانا من أحد المساجد ثم سمع أذانا بعده بعد دقيقتين ولم يتبين له أن ذلك الأذان الأول قبل الوقت، فإنه يعني يكتفي بذلك، وهذا يعني يفيد غلبة الظن بأن المغرب دخل يعني، وإن شاء الله لا شيء عليه يعني، وصومه صحيح.